بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم رانا في ولايه شلف وموضوعنا حيكون على اهتمام الرجل بالزوجه تاعو. حبينا نشوفوا هذا الاهتمام هذا اذا يزيد ولا ينقص بعد الزواج. تابعوا معنا. هل ينقص اهتمام الرجل بالزوجه تاعو بعد الزواج ولا لا؟ ينقص بعد الزواج. انا يظهر لي الاهتمام الرجل بزوجته ولا المراه بزوجها لما يكون عندهم يرزقهم الله عز وجل بالابناء. يكثر تما اللي يزيد يزيد الاهتمام ويزيد له. وما تنساش رانا في الظروف الحاليه صعبه جدا. الشهر الاول زوج، ثالث، رابع يتبدل. كي يزوج بها يدور عليها. ما هي تبدل كي في زوج ولا غير في زوج. يدور ها. وليش يهتم بها بزاف. ايوه. المطرق والمدره تاكلها ربيها. بعد الزواج. اي. احنا النساء نبغوا الراجل يهتم بينا. كلمه حلوه طيبه. لي كادو. فوق ما ينقص بالك يزيد. قبل الزواج يكون يعيط لها، يسقسي عليها، وين راكي، يقول لها وينك رايحه قولي لي. ما دمر الزواج لا باقرتك ما زي نيران بوك سير دير لي قو وبدا هاي تلقى لا بليبا غير الوقت تاع يفوتو غير مع صحابه، تعيط له وين راكي يقول لها اني مع صحابي. صاي لا تفهموا ماش كيتش لا ينقص اهتمام الرجل بالمراه. شنو الاهتمام هذا؟ واجن هو كيف الاهتمام؟ اهتمام بالزوجه بعد الزواج. نتهلا فيها ليغو خي بروفير ليغو. بعد الزواج يزيد ولا ينقص؟ هو يزيد. كيف ينقص؟ الانسان كيكون يحب المراه تاعو بالعكس يزيد يحبها. يقول لك الخطاب رطاب. دائما العلاقه تاعهم تولي غير تزيد. يعني الاهتمام يزيد؟ اهتمام يزيد. كلا اهتمام لا والو، لا من جهه المراه ولا من جهه الراجل. ولازم يهتم الانسان بالمراه تاعو. هاودي ينقص كلش، يروح كلش، تروح لا تروح لا كونفيونس، تروح لا الموطاليتي تتبدل. الاهتمام كان الاهتمام الاول بعد الزواج. بعد الزواج ما كان لا اهتمام الاول. يزيد وينقص على حساب المعامله تاع المراه مع الرجل. ينقص ينقص مهما يكون ينقص. باسكو كل يوم معاها 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 الروتين نفسه. نورمال انا عادي انا مهتم بالزوجه تاعي قاشتها كاي ما شاء الله معاها نورمال عادي. كي يخطبها تولي مليحه، يولي يحوس عليها، تولي زعما صاي مازال ما دخلهاش لدارو. مين تدخل لدارو يولي موالف معاها خلاص شغل يولي يجبد. ينقص الاهتمام. ينقص الاهتمام تاعو. تدري الانسان اللي كان يحب مرته بالسيف عليه يتخلى فيها على حسب الطاقه تاعو. يعني اللي يكون يحبها تاع الصح. اللي يكون يحبها تاع الصح، واذا كان الانسان ما كانش يحبها تاع الصح، شغل يتزوج بها هذيك تاع هكا تبلع وصايم غادي يكمل. كيف المراه تحب يهتم بها الراجل كيف؟ المراه تبغيك يهتم بها لي كادو، شيلها دي كادو، يحوس عليها، يسقسي عليها. يولي كيما نقولوا يشري لها. كما نقولوا يحوس بها فاهم، يخرجها يدير لها مفاجآت. مفاجآت فاهم خويا، كما نقولوا ما يبلعش عليها. من مور الزواج يزيد الاهتمام بيان سير على هلالة. كيف يكون هذا الاهتمام؟ يكون تهلا فيها، تعطي لها حقها اللي المرأة موسع عليها ربي سبحانه والدين تاعنا. هذه المرأة ولية علاش تحقرها؟ المطرق والمدرة تاكلها ربيها بعد الزواج. اي. كيف يكون اهتمام الزوج بالزوجة؟ كل اهتمام تراعيها نقولوا تبدا تبغيها لي كادو. لي كادو زعما نقولوا حنا منين ذاك زعما في عيد زواجهم في الانيفيرسير. ويكون اهتمامه في العمل، اهتمامه مع اصدقائه، اهتمامه مع، لذا هو يبان باللي مش مهتم بالزوجه تاعو. بالعكس هو الاهتمام داخلي باطني، ولكن في الحقيقه ما اي زوج يكون مهتم بولاده بزوجه وزيد الحياه الزوجيه قدسيه. انا الزوجه تاعي الحمد لله عندي 25 سنه زواج، عندنا 4 وليدات الحمد لله ليومنا هذا. يعني كل يوم يزيد الاهتمام. كل يوم يزيد وامام هي تهتم بي اكثر. الرجل يهتم بالمراه على حساب واش في الاول على تفهمه، والاهتمام هذا يكون متبادل اكيد. دوكا الا شاف الرجل باللي المراه نقصت من الاهتمام تاعها هو فين ينقص الاهتمام.